عثمان. هذا وليد ربا عودة حالات البحمرون في هذه الأيام واللي كثر الحديث عليها. أنا نستغل هذه الفرصة باش نوجه نداء للمواطنين. هذا النداء وجهه قبلي مدير مركزي وزارة الصحة اللي أكد فيه على ضرورة احترام رزنامة التلقيحات، لأنه عدم احترام رزنامة التلقيحات هو السبب الرئيس في عودة حالات البحمرون والمضاعفات اللي كانت سبب في وفاة بعض الحالات.